إذا وعقد مؤتمر صحفي مشترك عقب انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان، حيث أشار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية في كلمته إلى أن القمة تأتي تعزيزا لعلاقات التعاون والتنمية المشتركة بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان. وزير الخارجية السعودية أكد في كلمته أيضا أن دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا يتطلعان لمزيد من التعاون البيني والعمل الاقتصادي بما يعود بالنفع على الدول. نطمح إن شاء الله أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي، ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، وكذلك تنمية الشأن الاقتصادي بين البلدين، بين المجموعتين، الحقيقة مجموعتين مهمة. ونتطلع أيضا إلى مزيد من هذا التعاون، ومن ضمن ما اعتمدناه اليوم أن تكون القمة بالتناوب بين المجموعتين كل سنتين لضمان تعزيز هذا التعاون البيني.